السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمود محمد محمود أبو عاشور، الشهير بمحمود سلطان، من قرية تيتا وغمرية. النهاردة أنا لقيت مبلغ وقدره 600,000 جنيه ورجحته لصاحبه، رغم إن أنا كنت في احتياج لأي مبلغ من المبالغ دي. رغم إن أنا نقول الحمد لله، أنا والدي ربنا يخليهولنا علمنا إن احنا منمدش إيدينا على أي فلوس بتاعت الغير، وربنا يجازينا فيه خير يا رب ويقعد لعيالي. وبناشد انا يعني بصراحه مش عارف اقول ايه، الواحد ما وقفش في موقف قبل كده من الموقف ده، وربنا خلينا اهل الخير. وانا بصراحه يعني الواحد كان امنيه حياته ان هو يشوف له وظيفه. طبعا انا مرتبي، انا راجل كنت شغال في المعمار وجالي غضروف، ومن بعدها قعدت فترة حوالي 6 أشهر ما بشتغلش، وعندي عيلين، عندي ولدين. وبعد كده ربنا كرمني ورحت اشتغلت في معرض سيارات، اللي انا لقيت قدامه فلوس النهاردة، معرض الولاد العام بالنوف. بس العملية مش متاحة ان الواحد يقدر برضه على حاجة، رغم ان الواحد كان في احتياج للفلوس دي، كان ممكن الواحد ياخدها. بس الحمد لله ان ربنا يغنينا بالحلال، ومتشكر لأي واحد يعني عمل لي تعليق على الصور اللي اترفعت النهارده، وربنا يكفينا شر الحرام. وانا بصراحه الواحد مش عارف يتكلم يقول ايه، لانه بصراحه ما وقفش في موقف قبل كده برضه من الموقف ده. فنقول الحمد لله ويقعد لعيالي ويقعد الواحد في صحته، ده اللي انا محتاجه بس من ربنا. حتى النهارده يعني في ناس جت عرضت عليا مبالغ برضه، انا نفسي بصراحه نفسي الواحد ما راحتش ان هو ياخد المبلغ ده. ونقول الحمد لله على كل شيء، والواحد يقول الحمد لله برضه ويقعد لعيالنا. وشكرا جزيلا لاي شخص علق لي على الصور وعلق قال لي اي كلمه كويسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.